2006 فعلا صدر في شهر 6 مرسوم تأسيس هيئة تقنية المعلومات. أنا لما سمعت الخبر فعلا فرحت. أنا التحقت بالعمل في الهيئة من بداية الهيئة أيام كانت اسمها تقنية الأمان العامة تقنية المعلومات. منطقة الهيئة كان عدد الموظفين بسيط، وأتذكر يعني كنا في حدود 20 موظف. هذا العدد كان عبارة عن ناس اللي هم أبدوا استعدادهم للعمل بالهيئة بالإضافة لأعمالهم. فأتذكر أن احنا مكتبنا كنا احنا 4 أشخاص نستخدم جهاز حاسب آلي واحد، وكان بطيء أتذكر هذه الفترة. فيعني ممكن احنا نشغل الجهاز ونروح نشرب شاي وبعد نرجع الجهاز لاقي شغال. أيام ما كنت في الأمانة كنت سائق، وأيضا نفس الشيء لما صدرت الهيئة ظليت فيها سائق لفترة من 2006 إلى 2008. وقعت العقد ما كان حتى المرسوم نازل، مرسوم الهيئة، ووقعت على بياض. طبعا هذا يعكس مدى الثقة معي أنا بالهيئة وبمشوار الهيئة. الفيجن اللي وضعته للهيئة صراحة كان يعني مشوار طموح، وكنت أرغب أني أكون جزء من هذا المشوار. بديت مسيرتي مع هيئة تقنية المعلومات لما كانت بعدها الأمانة العامة لتقنية المعلومات. هذا الشيء كان في عام 2004. من أوائل الناس طبعاً اللي انضموا إلى الهيئة، حتى أن رقمي الوظيفي هو 6 شخص اللي تسجل في الهيئة. طبعاً بدأ عدد الأعداد الموظفين تكبر في الهيئة، والهيئة تنمو، وبدأت المشاريع اللي هي تكبر وتتطور إلى أن وصل الآن على هذا العدد الموجود والأعمال الموجودة والأقسام اللي تطورت الآن كثيرة. كان مشوار له إيجابياته الكثيرة. وصل بنا الأمر أنه أحيانا نكون في اجتماعات وعمل لغاية الساعة 1 الفجر يعني، فكانت أيام حلوة. أذكر مرة رحنا في محافظة البريمي، وحتى صارت لنا غروف قاسية في المحافظة بسبب سوء الأحوال القوية وكذا، والحمد لله تعدت على خير يعني. كان في كثير من التحديات، خصوصا ان احنا كنا مجرد مكتبة وامانة. الاشياء اللي اتذكرها خلال هاي ال10 سنوات رحلتنا الروتشو الى الصحار، لا كان في فنادق، لا كان في تذاكر، ولا كان في علاوات، ويعني كنا يعني كان جهاد لما نطلع المناطق. فعلا صحيح. واحدة من المناطق اللي طلعناها نزوة، والله يذكرها بالخير مها، يوم طلعنا حصلنا السيارة اللي مستأجرينها الدوام حنا مدعومة. يعني إيش بعد سليمان؟ وكيف تصرفتوا بعدين لما السيارة مدعومة كانت؟ اتصلنا في الشرطة. ساعدوكم يعني؟ إيه، وتكنسل هذاك اليوم. فأبرز تحدي أنا أتوقع كان تقبل الجهات الحكومية فكرة التغيير. أمن المعلومات كتخصص كان جدا جديد على كل الجهات الحكومية، حتى أن كنا نواجه صعوبة فهم إيش هو يعني كتخصص، يعني الناس ما فهم إيش يعني أمن المعلومات وإيش علاقة أمن المعلومات بالأنظمة والأبليكيشنز اللي موجودة معها. أن تقنع شخص متعود 20 سنة أنه يترك توقيع الورق والختم وأنه يعتمد بصمة الأصبع والإيميل كمعاملة رسمية. في تحديات طبعاً، ولكن المشاريع اللي موجودة فيه كذلك مشاريع طموحة ومشاريع لو اكتملت بتخدم الجهات الحكومية كثير. الدكتور سالم كان قال كلمة في 2007، بداية 2007 كانوا يناقشوه في أحد الكونفرنس على أساس أن احنا متأخرين وأن احنا ما عندنا، فقال فعلاً احنا بادين الآن ولازم حد يبتدي، وهذه هي الخطوة الأولى. وأنا أشوف أن من بعد 10 سنين إحنا عدينا وقحمنا عدة خطوات كبيرة، أصبح لنا بنية أساسية، أصبحنا معروفين، أصبحنا مشرعين لبعض الأنظمة. إيش تهني الموظفين؟ إيش تقول؟ والله صراحة أهني الموظفين هيئة تقنية المعلومات جميعا، وأتمنى لهم الاستمرارية في العمل والجهد والمزيد من العطاء إن شاء الله. الطريق طويل، و هابي انيفرساري، هابي 10th انيفرساري. مبروك ال10 سنوات. هابي انيفرساري.